هو إذا بلغ الغلام 7 سنين خير، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أمه وأبيه فقال خذ بيد أحدهما. وهذا الاختيار اختيار تشهي وشهوة، يعني إن بلغ 7 سنين قبل 7 سنين يبقى عند أمه لأنها أدرى بمصالحه فيما يتعلق بمأكله ومشربه وملبسه ونظافته، لكن إذا بلغ 7 سنين فإنه يخير الغلام، الغلام يخير، فقال عليه الصلاة والسلام خذ بيد أحدهما. فإن بلغ كما قال الفقهاء فإنه يقيم حيث شاء، إذا بلغ يقيم حيث شاء، والمقصود من ذلك أنه لا ولاية لا للأم ولا للأب عليه لأنه بلغ، لكن ليس المقصود من ذلك أنه يختار اختيارا مطلقا، حتى لا يدخل علينا بعض الناس فيقول والله إن هذا الأمر الذي عند الغرب من أن الولد إذا بلغ أو أن البنت إذا بلغت أن الابن أو البنت أن الابن يخرج ويتولى أمره والبنت كذلك، المقصود من ذلك هو أنه لا ولاية بما أنه عاقل ومميز وليس بسفيه، يعني الإسلام جعل البلوغ هو محل ماذا؟ محل رفع الولاية إذا كان ماذا؟ إذا كان رشيدا. لكن تصور لو كان بالغا رشيدا عاقلا وبلغ سن التكليف، ليس معنى ذلك أنه يسمح له على وجه الإطلاق بأنه يخرج، لا، إذا كان سيترتب على بقائه بعيدا عن أبيه أو عن أمه ما يترتب عليه من الفساد له في دينه وفي دنياه، فهنا فيبقى. وليس المقصود أنه من حين ما يبلغ أنه ينطلق، وخصوصا في مثل هذا الزمن من بلغ مثلا 15 سنة وقد يبلغ بأقل بنبات الشعر الخشن حول العانة أو مثلا باحتلام قد يبلغ قبل 15 سنة، لو أتى وقال والله سأذهب وأستقل بأمري وهو لا يحسن أن يدبر أمره لربما أنه عاقل وهو بالغ ويحسن التصرف في المال، لكن قد يترتب على ذلك أن يكون سفيها من حيث الدين، يخشى عليه من تضليل في فكر أو في أخلاق أو في صفات أو ما شابه ذلك، هنا يمنع. وليس المقصود ما قاله الفقهاء من أنه له الحرية المطلقة. نعم، وهذا خاص للذكر، أما بالنسبة للمرأة فإن ولاية الأب عليها إلى أن تتزوج، فإذا تزوجت كان الولي عليها هو الزوج، وسبق تفصيل ذلك في مسألة من ينادي بإسقاط الولاية عن النساء، وتحدثنا في دروس سابقة عن هذا الأمر وهو موجود على اليوتيوب من باب الرد على هؤلاء وتفنيد حجج من ينادي بإسقاط الولاية عن النساء. لكن ما يأتي مثل ما ذكرنا أناس ويقول والله لأن أصحاب الأهواء وأصحاب النفوس الشريرة يأتون بمثل هذه الأشياء، فيقول نص الفقهاء على هذا الأمر، إذا ما يفعل في الغرب هو مذكور عندكم عند الفقهاء، فنقول لا، ليس المقصود هذا، لأن الفقهاء يرون في الغالب إذا كانت البيئة بيئة المجتمع طيبة الصالحة الغالب أن من بلغ
إذا به يصرف أموره. جيوش كان فيها شباب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم، بل بعضهم كان يقود هذه الجيوش. فإذا يختلف باختلاف حال البالغ وباختلاف حال البيئات وما فيها من فتن وشبهات وما شابه ذلك، ليس الأمر مطلقا. نعم.